الاستثمارية الواعدة التي توجد في مصر الآن للفرص الاستثمارية الواعدة التي تنتظر قارة أفريقيا بشكل عام من خلال هذا الخبر الهام، حيث ننتقل مع حضراتكم إلى جريدة الأخبار ونقرأ أيضا. أكد النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب الرئيس الشرفي لبرلمان البحر المتوسط على أن العالم يشهد أزمات اقتصادية وتغييرات جيوسياسية غير مسبوقة قد تعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية والسياسية وتعيد تشكيل النظام الدولي وتؤدي إلى الانتقال من العالمية إلى الإقليمية والوطنية. جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع اللجنة رفيعة المستوى حول زيادة التعاون بين القطاع الخاص الأفريقي والأمريكي من أجل تعزيز الاستثمار والتجارة في أفريقيا على هامش قمة ومنتدى الأعمال بين قادة الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا بالعاصمة واشنطن، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على النهوض بالقارة الأفريقية من خلال خلق العديد من المشروعات التنموية كمشروع إقامة طريق من القاهرة إلى جنوب أفريقيا وإقامة على جانب هذا الطريق العديد من المشروعات اللوجستية والمجمعات الصناعية، مؤكدا أن الرئيس السيسي يؤمن بوضع رؤى محددة في تحقيق التنمية وهو ما فعله خلال السنوات الأخيرة في خلق نهضة لم تحدث من قبل في ظل ظروف عالمية صعبة، حيث طالب وكيل مجلس النواب بضرورة تحديد خريطة استثمارية واحدة لأفريقيا وتبني سياسات جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص وإنشاء وكالة أفريقية لتشجيع الاستثمار. وطالب أبو العنين الولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون لديها الإرادة السياسية القوية والرؤية الدائمة وأن تفكر بشكل كبير وجيد لعلاقاتها مع أفريقيا وأن توفر الأدوات والموارد لبناء شراكة وصداقة حقيقية مع إفريقيا وأن تقدم حوافز وضمانات تشجع شراكتها على الاستثمار في أفريقيا وضرورة التفكير في عقد اتفاقية تجارة حرة أمريكية إفريقية. حديث هام جدا، والحقيقه يعني قبل ان ندخل في تفاصيل هذا الخبر، يعني سياده النائب محمد ابو العنين وكيل مجلس النواب دائما ما يستثمر هذه المناسبات والمحافل الدوليه في عرض الانجازات ورؤيه مصر تجاه الحقيقه مش بس الانجازات المصريه لكن كمان تجاه القاره الافريقيه بشكل عام، فكل التحيه والتقدير لهذا الدور. خلينا نقول ان هو وطني حتى بعيدا عن منصبه، ولكن هو دور يعني طالما يفعله سياده النائب محمد ابو العنين. استاذ علي، بالنظر لحجم الاستثمارات في الأمريكية الأفريقية بشكل عام، هنجد أن البعض يصف الوضع الآن بأنه سباق نحو أفريقيا في تعزيز للدور الصيني والروسي. أمريكا لا ترى أنها لا يجب أن تقف مكتوفة الأيدي. حجم الاستثمارات مثلا بين الصين وأفريقيا وصل لي وتجاوز 254 مليار دولار، وده رقم كبير في حين أن أرقام أمريكا هي أرقام يعني بالمقارنة بها لا تتجاوز 64 مليار دولار، فهو رقم هزيل نحو هذه الاستثمارات في ظل لأن القارة الأفريقية يعني لديها العديد من المقومات، 40% من الذهب في العالم، الماس، اليورانيوم، المياه العذبة، مساحات أراضي زراعية زي ما حضرتك قلت في بداية أول خبر، أيضا مواد خام للصناعة. في ظل هذه المقومات وفي ظل السباق نحو أفريقيا، ما الذي سيعود على القارة الأفريقية خاصة وإن رئيس جو بايدن والوزير الخارجية أنتوني بلينكن الوزير الخارجية الأمريكي كان يتحدث أن القارة الأفريقية لا تحتاج إلى مساعدات ولكن تحتاج إلى استثمارات وخاصة في مجال التحول الرقمي ومراكز البيانات؟ هو بدون شك الإدارات الأمريكية المتعاقبة لم تكن تتعامل مع دول القارة الأفريقية، طبعا بعيدا عن مصر، علاقات مصر علاقات استراتيجية لصالح كلا البلدين ولصالح دعم مسيرة الأمن والاستقرار في المنطقة. والولايات المتحدة الأمريكية تعي مكانة مصر ودور مصر المحوري الكبير المؤثر الذي يهدف إلى دعم الاستقرار ودعم التنمية. لكن فيما يتعلق بالجانب الأمريكي مع دول القارة الإفريقية، لا، في الحقيقة كانت أمريكا تهدف فقط وكان آخرها يمكن إدارة ترامب إلى إيجاد نفوذ لها داخل أفريقيا، لكن لم يكن هناك تخطيط بالشكل العلمي إلى وضع تصور يتناسب مع مكانة القارة كقارة واعدة وبها إمكانيات كبيرة زي ما حضرتك ما أشرتي، وبها زراعة وبها صناعة وبها مواد خام، وهي قابلة لأن تشهد تطورا كبيرا
في المستقبل. فالولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن تعي الآن أهمية تطوير هذه العلاقة على أرض الواقع، ولا سيما طبعا في مقدمة هذه العلاقات العلاقات الاقتصادية. ولكن هذه المرة في الحقيقة هذه القمة هي قمة كبيرة وقمة قوية، بيشارك فيها رئيس 40 دولة أفريقية، وهذا الأمر يمثل زخما كبيرا، فضلا عن مشاركة 1000 شخص سواء من المسؤولين الحكوميين أو من القطاع الخاص. لكن هناك الآن خطة، وزي ما شفنا الرؤية الثاقبة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، شفنا كلمة السيد محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب التي تتعلق بأهمية التعاون بين القطاع الخاص الإفريقي مجتمعا وإيجاد وكالة لهذا تجسد هذا التعاون وتيسيره، وأيضا التعاون معا مع الجانب الأمريكي بما يحقق المصالح المشتركة، لا سيما ما يتعلق بمساهمة ومشاركة القطاع الخاص الذي يعد القاطرة الرئيسية والأساسية لمسيرة التنمية في دول القارة الإفريقية. وأيضا مصر بتولي اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص وتطوير أدائه ومشاركته الإيجابية والفاعلة في كافة المجالات. ويمكن كلنا شايفين دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية التي شهدتها مصر، دور القطاع الخاص في المشروعات القومية العملاقة التي يجري تحقيقها على أرض مصر ونلمسها جميعا. بكل تأكيد أستاذ علي، وسنجني ثمار هذا المجهود الكبير خلال إن شاء الله الفترة القريبة. بذكر حضرتك لمجهود مصر